فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إنسان حج مفردا لكنه لم يسعى سعي الحج ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟ عليه أنه يرجع، لأنه ما كمل حجه، حجه لم يكمل، يرجع ويسعى سعي الحج. نعم، إلا أن يكون مفردا وسعى بعد طواف القدوم فإنه يكفي. إذا سعى بعد طواف القدوم يكفي، أما إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فلا بد أنه يكمل حجه، يرجع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.